لو الحكاية فيها إن فيتو فضل عرفني بنفسك. حضرتك المنظم للفكرة دي صح؟ أنا مش عايز بحب أقول كده يعني. أنا عندي تيم وورك في المتحف، بنقعد مع بعض دايما ونشتغل على أي فكرة يعني. ايه السبب اللي جاب الفكره دي اصلا؟ السبب اللي جاب الفكره انه احنا شايفين ان مفيش اهتمام كفايه بالفنانين الحرفيين المصريين او بالحرف المصريه اللي ابتدت تندثر وتنقرض، ومع الشباب مش عايز يتعلمها والناس مش لاقيه فرصه انها تعرف سهولها او حد يعرفها. فحبينا نعمل مهرجان او يوم نجمع الناس دي كلها في مكان واحد، له زواره وله اهتماماته من الميديا زي شارع المعز، على اساس ان احنا يبقى يوم ان شاء الله يتكرر بشكل سنوي، فيه تعرض الحرف التراثيه والجانب الاخر من النهار ان شاء الله النص الثاني من اليوم. يعني انتوا عايزين تخلدوا اليوم ده، التاريخ ده بالتحديد يبقى مش لازم التاريخ، انما هيبقى في يوم دايما سنة بشكل سنوي لمهرجان التراث المصري، الاول الثاني الثالث وهكذا. طب بالنسبه للاسعار والمنتجات؟ مفيش اسعار، الناس جايه بتعرض مجانا، احنا بناخدش رسوم من اي حد، بتساعدنا اداره القاهره التاريخيه انها تخصص المساحات، شرطه السياحه والاثار الحياه متفاهمين جدا وبيساعدوا الناس في ضبط الامن، كل الناس متعاونه ومفيش بناخد اي فلوس من اي حد، احنا كمان سالكين الناس انها تبيع وتعرض على اساس ان هي تستفيد من الايفنت يعني. طب بالنسبه للمشاركين، في حد مشارك من وزاره الثقافه او وزاره الثقافه نفسها مشاركه انها بهيئه فنون الثقافه، من بعد ان شاء الله الساعه 4 هتقدم رقصات للتنوره فرق الفنون الشعبيه، في فرق من النوبه هتقدم فقرات تراثيه من النوبه على المسرح اللي احنا بنبنيه جنب المكتب.